بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله الأجر لكل من ساهم وخدم وشارك في هذا الحدث الوجداني الكبير الذي صار عنوانا للتمسك التاريخي بالقيم والمبادئ التي تركتها فينا الثورة الحسينية الخالدة. كل العراقيين وضيوفه من كل أنحاء العالم لا يتعاملون مع زيارة الأربعينية على أنها حدث عابر، بل هي حالة مستمرة من التواصل والبذل والعطاء واستحضار الوجود المعنوي لآل البيت عليهم السلام في تاريخنا وفي حياتنا اليومية. بصورة مبكرة أدركت الحكومة أن التعامل مع مسؤولية ضخمة يحتاج إلى تأسيس دائم وإجراءات راسخة، فبادرنا إلى تأسيس اللجنة العليا للزيارات المليونية لتكون المنظم والمشرف الدائم على هذا الجهد الواسع والكبير الذي يبذل من أجل إنجاح الزيارة. أجدد عرفاني وتقديري للمضيف الأول والباذل الأول وهو المواطن العراقي بكل ما وجدناه من كرم وسخاء وبذل وعطاء، وبكل الفعاليات الاجتماعية ومواكب خدمة الزائرين التي انتشرت على طول آلاف الكيلومترات تقدم كل أنواع الخدمة طيلة أيام. وما يثلج الصدر ويؤكد على أن هذه الملحمة، فضلاً أنها مناسبة عقائدية، أنها ملحمة وطنية، حيث تواجد أبناء الشعب العراقي من كل الأديان والمذاهب في أكثر من 50 موكب يقدمون الخدمة للزائرين. هذا النجاح وهذه الخدمة ما كانت أن تتم بهذه الصورة لولا الأداء البطولي لأبنائنا في الأجهزة الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، وهي تعمل طيلة أكثر من شهر تؤمن مساحات شاسعة تأميناً دقيقاً. وهنا أود الإشادة باللجنة الأمنية العليا برئاسة الأخ وزير الداخلية وكل القادة والضباط والمسؤولين الأمنيين الذين تضافرت جهودهم ليل نهار من أجل ضمان الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب ولكل الزائرين من داخل العراق وخارجه. كذلك أثمن بتقدير عالي المؤسسات الخدمية والإدارية المحلية في المحافظات وتشكيلات مختلف الوزارات بكل تخصصاتها. هناك آلاف الآليات وعجلات النقل من نحو 53 مؤسسة حكومية بين وزارة وهيئة، فضلاً عن الحكومات المحلية والدور الكبير للأخوة السادة المحافظين والأخوة والأخوات في مجالس المحافظات. كلها نزلت إلى الشارع كخلية نحل وفريق متكامل مع أخوانهم في الوزارات لنرسم هذه الصورة من الأداء والإبداع في خدمة أبناء شعبنا في هذه الزيارة المليونية. الزيارة الأربعينية هي فرصة لإعادة شحذ همة كل الفرق الخدمية لمراجعة العمل والسياقات التعامل مع المعوقات والعقبات لكي نضع الحلول ونرتقي بالخدمة في الزيارات القادمة. لا بد لنا أن نشيد بالدور الكبير للأخ محافظ كربلاء المقدسة ومجلس المحافظة بجهودهم التي نستطيع القول أنها مستمرة
لم تقتصر على أيام الزيارة، لا بل هي التي أسست البنى التحتية لكي نوفر هذه الخدمة ولكي تتكامل جهود الوزارات والمحافظات الساندة في سبيل تقديم الخدمة الأفضل للزائرين طيلة الأيام الماضية. كما قلت في مناسبات عدة أن حكومتنا بدأت بالعمل منذ انتهاء الزيارة الماضية، لم نبدأ بالعمل قبل أيام، وما المؤتمر الأخير إلا هو ترجمة للجهود والخطط والبرامج والإجراءات التي عملت عليها الحكومة منذ انتهاء الزيارة الأربعينية في الموسم الماضي. وقمنا بالكثير من أعمال البنى التحتية، منها تأهيل معابر المنذرية وزرباطية والشيب، وكذلك إنشاء ساحات تبادل كبيرة كان لها أثر مهم في تسهيل نقل الزائرين، وأيضا مشاريع تتعلق بتأهيل الطرق الرابطة بين محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة. مشروع مترو كربلاء النجف قطعنا شوط مهم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي. نحن الآن استلمنا العروض من 3 شركات عالمية، وفي طور تدقيق هذه العروض لكي ندخل في تفاوض ومن ثم التعاقد مع أحد هذه الشركات. أيضا متابعتنا مستمرة للأعمال الجارية في مطار كربلاء الدولي، ولله الحمد وصل إلى مراحل متقدمة، ومن المؤمل أن ينجز العام المقبل إن شاء الله. لابد أن نشير بدور الإعلام الوطني والمنصات الرقمية التي ساهمت بشكل فاعل في تغطية هذا الحدث الكبير والفريد من نوعه، ونقلوا الصورة المشرقة لعراقنا الحبيب الآمن المستقر المضياف، وهو يحتضن الزائرين من كل مكان. الشكر الجزيل للزوار الكرام الذين كانوا عامل مساعد لكل إخوانهم في الأجهزة الأمنية والمدنية من خلال الالتزام والتعاون في تنظيم أمور الزيارة، نسأل الله لهم قبول الأعمال. من أجل وضع بنى تحتية متكاملة تيسر من أداء الزيارة وتضمن الخدمات التي ننشدها لعموم الزائرين وضمن منهج عمل متصل لجميع الخدمات، طيلة الفترة الماضية سواء كان على خططنا كحكومة في مجال البنى التحتية أو ما استجد من خلال الرصد لتسهيل وصول الزائرين وتقديم الخدمات، خرجنا بحصيلة لمجموعة مشاريع بتخصيصات أكثر من 3.5 تريليون دينار موزعة على موازنة الوزارات والمحافظات والمكتب لإنشاء وتنفيذ نحو 36 مشروع خدمي يتعلق بالزيارات المليونية ويشمل المحافظات المقدسة وباقي المحافظات، مشاريع في الطرق والجسور والتقاطعات والممرات الثانية من الطرق السريعة، وهذه المشاريع سيجري المباشرة بها بعد أسابيع، سيوضح الأخ رئيس اللجنة لبعض التفاصيل الخاصة بهذه المشاريع. أود المرور عليها بشكل مختصر. واحد من أهم المشاريع هو الطريق الحولي الدوار الأول في كربلاء من الكفيل إلى قنطرة السلام، هذا المشروع بقيمة 480 مليار دينار. المشروع الثاني تأهيل وتوسيع وتوحيد تصميم طريق النجف كربلاء بطول 80 كيلومتر بحدود 179 مليار دينار. المشروع الثالث تأهيل طريق كربلاء بغداد من ساحة الدلة إلى سيطرة 54 زائد مجسر سكة القطار قرب الدلة 91 مليار. رابعا طريق ربط كربلاء بالمرور
السريع، المسار الطريق السريع ناحية الإمام، منطقة الدعوم بالإبراهيمية. هذا المشروع قيمته 361 مليار. خامساً، إنشاء تقاطع مجسر على طريق كربلاء نجف عند مدخل المطار 10 مليار، وأيضاً مجسر في الحي الصناعي لكربلاء تقاطع الجدول الغربي 17 مليار، وتقاطع مجسر في مفرق الحسينية على طريق كربلاء 10 مليار، وتأهيل جسر الفاضلية 10 مليار. كذلك مشروع مهم آخر هو ربط النجف الأشرف بالمرور السريع المرحلة الثانية، المرحلة الأولى والثانية مع جسر الكوفة 186 مليار، وأيضا صيانة طريق كوت بدرة مهران الممر القديم 26 مليار، والممر الثاني وتأهيل الممر القديم لطريق دبوني جصان بطول 60 كيلومتر 108 مليار، وصيانة طرق أخرى وتوسعة وممرات مثل ما ذكرت، تأهيل طريق ديوانية نجف مقطع غماس بنادرة، وأيضا إنشاء الممر الثاني لطريق صويرة جبلة مرور السريع رقم واحد بطول 35 كيلومتر 53 مليار، وتوسع وتأهيل طريق ديوانية بابل بطول 25 كيلومتر المرحلة الأولى إلى ناحية الطليعة 48 مليار. إلى جانب هذا العدد من المشاريع الطرق، هناك مشاريع تتعلق بالبنى التحتية، إنشاء مجمع ماء جنوب كربلاء مع أنبوب بطول 80 كيلومتر لتغذية طريق النجف كربلاء، هذا واحد من المشاريع الاستراتيجية والكبرى بقيمة 750 مليار دينار، وإنشاء مشروع ماء النجف الرضوية 17 مليار، إقامة معامل تعبئة الماء المياه وكذلك الثلج، ومد أنبوب ماء من الكوفة للعتبة العلوية. أيضا هناك مشاريع للعتبة سوف تدخل ضمن هذا السياق، وهي المشاريع المتعلقة بمدن للزائرين في بدرة والشلامشة وصفوان والعمارة ومدينة المعتمرين والحجاج قيمة 300 مليار، إضافة إلى بناء المجمعات الخدمية في المحافظات الحدودية وتوسعة قرب الصحن العلوي والجامع الصحية جسور المشات وتنظيم الساحات. هناك ساحات نظامية سوف يكون لها دور مهم في تسهيل وتيسير عملية النقل. هذه المشاريع أخذت طريقها للتنفيذ إن شاء الله خلال أسابيع، سوف تباشر الوزارات والمحافظات المعنية بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء، ويتم التنفيذ إن شاء الله لكي ننجزها بالسرعة الممكنة حتى توفرنا مزيد من الخدمة في الزيارات القادمة إن شاء الله. الآن حتى نسلط الضوء على الجهد الذي بذل من قبل اللجان الفرعية، وهذا حق للأخوة، نتحدث عن أيام وأسابيع ليل نهار، فنعطي الفرصة للسادة الوزراء والسيد المحافظ والقادة بإيجاز سريع مختصر لأهم الأعمال التي قامت بها تشكيلاتهم. يتفضل السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا. شكرا دولة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. لله الحمد والمنة على جزيل فضله وتوفيقه الذي أوصلنا إلى هذا اليوم لنعلن لكم نجاح الخطة الأمنية التي أشرف عليها بشكل مباشر دولة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشياع السوداني، ونفذها الآلاف من الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى مثل جهاز الأمن الوطني والمخابرات وغيرها. هذه السنة بدأنا بشكل مبكر في التخطيط
والاستحضارات للخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وهذه الخطة تميزت بتحديد المسؤوليات وكذلك الاقتران بشكل مباشر ووثيق مع الخطة الخدمية. لا يمكن أن يتحقق أمن بدون خدمات، ولا يمكن أن نحقق الخدمات بدون أمن. لذلك كنا سوية مع الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة الخدمية ونتنقل على المحافظات منذ فترة أكثر من شهرين لعرض الخطط وإبداء الملاحظات والتصحيح، وبعدها باشرنا بالتنفيذ. التنفيذ شمل المرحلة الأولى، مرحلة العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الزوار، وكانت هذه العمليات مبنية على معلومات استخبارية دقيقة سبقت تنفيذ الخطة، واستمرت أثناء التنفيذ، وكانت لها أهمية كبيرة في التهيئة وخلق المناخ الآمن، حيث بلغت أكثر من 91 عملية استباقية ورافقها 171 عملية استطلاع جوي. كذلك جرت ممارسات على تنفيذ الخطة من قبل كل المنفذين لهذه الخطة وفي جميع المحافظات، حيث تم تأمين جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبه، ومن كل المنافذ الحدودية إلى محافظة كربلاء المقدسة ذهابا وإيابا. كذلك تم حماية كل المواكب التي تقدم الخدمات للزوار، وبذل الأخوة قادة العمليات وقادة الشرطة جهود كبيرة، هم وضباطهم وجنودهم وشرطتهم، وكذلك الأجهزة الأمنية، حيث واصلوا الليل والنهار لحماية الزوار المتجهين إلى كربلاء المقدسة، ولا زالوا على الطرق منتشرين بكثافة لتأمين عودة آخر زائر إلى ديارهم. طبعا خلال الممارسات عالجنا كثير من الثغرات والنواقص والاحتياجات، وهنا لابد أن أسجل شكري وتقديري لدولة السيد رئيس الوزراء لدعمه الكامل للطلبات التي قدمت من قبل اللجنة فيما يخص تأمين المبالغ اللازمة للقطاعات وكذلك الوقود وكل الاحتياجات، والمرونة في حركة القطاعات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأعطانا حرية بالعمل بشكل كبير من خلال المناورة بقطاعات وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ودخول هذه القطاعات بالإنذار قبل الزيارة ساعدنا كثيرا في تأمين هذه الزيارة. بدأنا تنفيذ الخطة الأمنية يوم 1 صفر الموافق 5 من هذا الشهر، وبموجبها استنفرت كل الوزارات كل ما تملك من موارد وإمكانيات على الصعيد البشري واللوجستي، حيث شارك في هذه الخطة آلاف الضباط والمنتسبين، ولا زالوا مستمرين في تنفيذ الخطة الأمنية لغاية خروج آخر زائر من محافظة كربلاء المقدسة. كما شاركت في الخطة جميع كوادر وإمكانيات المحافظات التي مر خلالها الزائرين من خلال تنظيم الحركة وبأعداد كبيرة. أهم ما ميز هذه الخطة خلال هذا العام، كانت خطة أمنية وليست عسكرية فقط، كانت خطة أمنية ومرنة جدا، اعتمدت على الجهد الأمني والاستخباري بعيدا عن التعقيدات. لأول مرة في خطة أمنية بهذا الحجم ما تم استخدام قطع الطرق حتى في داخل مدينة كربلاء، وكانت المدينة مفتوحة أمام الزائرين، الأمر الذي سهل لخطة النقل التي بنيت على أساس الخطة الأمنية. هذه الخطة طبعا أيضا تميزت بانخفاض الحوادث المرورية مقارنة بالعام الماضي، ومن خلال الجهد اللي بذلته مديرية المرور العامة من خلال نصب الرادارات والانتشار وتأمين إشارات الدلالة، كل هذا قللنا من الحوادث. صارت حوادث لكن ليست مثل العام الماضي، كذلك عدد الضحايا يعني قليل جدا. أيضا هناك متابعة لمديرية الدفاع المدني، حيث لم تسجل حرائق كثيرة، سجلت عندنا فقط 10 حرائق بسيطة في عموم القواطع
وتم السيطرة عليها، وكان هذا جهد يضاف إلى جهود مديرية الدفاع المدني من خلال الانتشار الواسع لمواردها على كل محاور تنقل الزائرين وكذلك في داخل مركز مدينة كربلاء المقدسة. طبعا هذه الزيارة هي أكبر خطة استخدمت فيها حملات توعية وتثقيف، وسمي باسمها ناطق رسمي يقدم فيها إجازة إعلامي يومي يتحدث بالتفصيل عن كل معطيات اليوم السابق وعلى مدار 20 يوم، ولأول مرة أيضا يتم معالجة الشائعات من قبل قسم مكافحة الشائعات بشكل فوري ومباشر وسريع. وهنا لابد أن أسجل شكري وتقديري لكل الأخوة الإعلاميين الذين شاركوا في نقل الحقائق إلى المواطنين وكذلك دحض الإشاعات التي استهدفت سير الزيارة. أيضا كانت هناك انسيابية عالية وعمليات تفويج، طبعا من خلال نقل الزائرين شاركت فيها كل موارد الدولة من القطاع النقل، الجهد العسكري وجهد الوزارات لنقل الزوار باتجاه محافظاتهم. أيضا هذه الزيارة لله الحمد لم تسجل فيها حوادث أمنية، وكانت كل النشاطات هي لقطاعاتنا وأجهزتنا الأمنية. هذه الزيارة استخدمنا رادارات على الطرق لتخفيف السرعة، ونصبنا رادارات متنقلة بدءا من المنافذ الحدودية وباتجاه محافظة كربلاء المقدسة، الأمر اللي سهل علينا وما كان أكو عندنا حوادث تذكر. بإضافة نوعية شاركنا طلاب كليات الشرطة هذا العام، انطتهم خبرة وممارسة لعملهم. ختاما أسجل شكري وتقديري أولا إلى دولة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم على إسناده ودعمه الكامل للجنة الأمنية وعملها، وكذلك إلى أبناء الشعب العراقي الكريم، وكذلك إخواني السادة الوزراء في كل الوزارات التي أسندت الخطة، وكذلك السادة المحافظين والعتبات الدينية والمقدسة وجميع الضباط والمنتسبين من وزارتي الدفاع والداخلية ومقاتلي الحشد الشعبي الأبطال والمتطوعين ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في هذه الزيارة. طبعا فاتني أن أذكر أنه عدد الزائرين الوافدين من خارج البلاد الأجانب تجاوز لحد الساعة 2400 من الليلة الماضية تجاوز 3,700,000 زائر، ولا زال هنالك توافد كبير على كل المنافذ الحدودية للدخول إلى العراق. شكرا جزيلا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأجور المسلمين جميعا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه وعلى آل بيته السلام. ابتداء بمتابعة مستمرة وتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشيع السوداني، ابتدأت خطة وزارة الصحة مع مسير أول زائر في العشرين من محرم، أي قبل شهر من موعد الزيارة الأربعينية، وسارت هذه الخطة مع حركة الزوار ووصلت ذروتها في محافظة كربلاء المقدسة في الأيام الثلاثة الماضية. واليوم عملت وزارة الصحة مع ضبابة الحشد الشعبي، ضبابة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والهلال الأحمر وكذلك العتبات المقدسة والمتطوعين بشكل مستمر وبتنسيق عالي تحت مظلة وزارة الصحة، وتم نشر مفارس صحية على طول الطرق الواصلة من المحافظات إلى كربلاء، إضافة إلى كل المؤسسات الصحية التابعة إلى وزارة الصحة وإلى المؤسسات التي ذكرتها، وكذلك نشر سيارات إسعاف بمعدل سيارة واحدة لكل 5 كيلومترات، إضافة إلى المفارز ومراكز الطوارئ ومراكز طب الحشود. كافة مؤسسات وزارة الصحة استمرت بالعمل وقدمت خدمات كبيرة سواء للمراجعين الاعتيادين أو للزوار، واستقبلت مؤسساتنا ملايين الزوار خلال هذه الزيارة. شهدنا انخفاض كبير في نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إذ انخفضت النسبة إلى الربع مقارنة بالعام الماضي، وهذا نتيجة التنسيق العالي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأيضا بتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء.
لم نسجل في هذه الزيارة أي مرض انتقالي أو إصابة بأمراض انتقالية، وستستمر وزارة الصحة بتقديم الخدمات لحين مغادرة الزوار الكرام محافظة كربلاء المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشاع السوداني، باشرت وزارة النقل بتقديم خدماتها للزوار منذ اليوم الأول من شهر صفر، ممثلة بشركاتها التالية: أولاً الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والتي أخذت على عاتقها إدارة وتنظيم والرقابة على النقل الخاص في جميع المرائب والساحات وفي كل المحاور. ثانياً الشركة العامة للمسافرين والوفود، التي شاركت ب 570 عجلة مختلفة الساعات بنقل الزائرين من المنافذ الحدودية إلى كربلاء المقدسة وبالعكس. ثالثاً الشركة العامة للسكك الحديد، التي شاركت ب 16 قطار ونفذت 123 رحلة لحد هذه اللحظة، موزعة بين بغداد كربلاء وبالعكس والبصرة كربلاء وبالعكس. رابعاً الشركة العامة للنقل البحري، التي شاركت بالزوارق البحرية والنهرية في البصرة وفي منطقة النعمانية، وكذلك شاركت بميدانياً ب 57 عجلة. خامساً الشركة العامة للنقل البري، التي شاركت ب 130 عجلة. سادساً الخطوط الجوية العراقية، التي نفذت 128 رحلة جوية وشاركت ميدانياً أيضاً ب 35 عجلة مختلفة الساعات. أيضاً قدمت وزارة النقل خدمات أخرى ممثلة ب تقديم مادة الثلج والمياه للزوار الكريم. لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء لدعمه اللامحدود لوزارة النقل ونزوله ميدانيا للإشراف على سير الخطة ومستوى الخدمات المقدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا. شكرا. منذ اليوم الأول لانطلاق مسيرة الزائرين ابتداء من محافظة البصرة، باشرت وزارة الكهرباء بمتابعة وتأمين طرق الزائرين والمحافظات وجميع طرق المشاية وصولا إلى محافظة كربلاء. هذا العام واكبت الزيارة الأربعينية في شهر تموز مع ارتفاع درجات الحرارة، لأن الوزارة الحمد لله نجحت بتأمين طاقة لمحافظة كربلاء 1650 ميجاوات بمعدل زيادة 38% عن العام الماضي، بالإضافة إلى استثناء جميع طرق الزائرين ومشاريع الماء والمستشفيات والصرف الصحي وإنارة الشوارع. كذلك استنفرت كوادر من المحافظات العراقية وشاركت بحملة كبيرة لمعالجة المشاكل التي ظهرت في بعض المناطق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الزخم المواكب، وشاركنا أكثر من 1000 منتسب و 330 آلية تخصصية انتقلت على مدار هذه المحافظات واستقرت في محافظة كربلاء. أطلق دولة الرئيس ودعمنا كثيرا في تنفيذ بعض المشاريع السريعة اللي أسهمت بحل اختناقات في محافظة النجف وكربلاء، واللي أسهمت بنصب أكثر من 35 محطة سريعة النصب ومئات المحولات الكهربائية التي وزعت لتغطية المناطق المختلفة من مسار الزائرين. إن شاء الله بعد توجيه دولة الرئيس اللي أدرجنا عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي من شأنها راح تحسن وترفع من مستوى التجهيز لمناطق الفرات في الزيارة القادمة. أحب أن أقدم شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء متابع الأول لوضع التجهيز ومعالجة المشاكل، وأعتذر منه لمتابعته وتحمله للملاحظات. أشكر الكوادر وزارة الكهرباء اللي استنفرت منذ اليوم الأول للطريق الزائرين والمشاية، ولغاية هذه اللحظة مستمرة بتأمين طاقة كهربائية لمناطق الزيارة ولكل المحافظات العراقية. أشكر كل الأخوة الوزراء اللي ساهموا والسادة المحافظين لدعمهم هذه الحملة. شكرا دولتكم. في الوقت اللي نثمن دور وزارة الكهرباء بملاكاتها التي تعمل في ظروف صعبة، لكن بالتأكيد متابعتنا تشخيصنا أن هذا الموسم كان فيه مشاكل كثيرة. صحيح أكو ارتفاع غير مسبوق في معدلات درجات الحرارة،
أكو أحمال مرتفعة بشكل غير مسبوق أيضا، لكن هناك مشاكل، هناك مشاكل أثرت على توفير الخدمة للمواطن عموما. قبل أيام الزيارة في بداية الموسم الصيفي، وأيضا ظهرت أمامنا مشاكل في أثناء أيام الزيارة، لذلك يحتاج إلى حلول، حلول مو معالجات لفك اختناقات، وإنما حلول غير تقليدية، حلول استثنائية. احنا نعرف هذا العدد الكبير من المواكب واحتياجاتهم، وبالتالي لازم نصمم شبكة خاصة بهذه المواكب حتى تظل تستمر. مو احنا كل يوم مناشدة تجينا من موكب، من منطقة، من محور، نروح ننصب محولة إضافية أو نبدل محولة. لا، احنا نعرف هذه الأعداد في تزايد، وأعداد الزائرين تحتاج خدمة، علينا أنه نوفر خدمة الكهرباء اللي هي خدمة أساسية. مثل ما ناقشنا ليلة أمس، الخطة المطلوبة من الوزارة خطة استثنائية على ضوء المشاكل والمعوقات التي ظهرت في هذه الزيارة، تعد لها حلول حتى يتم المباشرة خلال أيام إن شاء الله. دولة الرئيس، على توجيهكم عدينا رؤية مع السيد المحافظ والسادة أعضاء المجلس لتنفيذ شبكات طارئة ولمواكب الزائرين والمشاية، على اعتبار هذا حمل يضاف وقتي، إن شاء الله راح نعالج به كل المتعلقات. شكرا دولة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دولة الرئيس، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. دولة الرئيس المحترم، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طرفنا كمكتب رئيس الوزراء وبأمر وبإشراف مباشر من دولته، عملنا كلجنة دائمة للزيارات المليونية لإيجاد الحلول المستدامة. فقد أعددنا خطة طويلة الأمد تضمنت عشرات المشاريع التي تخفف وتيسر زيارة ملايين الزوار للمراقد والأضرحة المقدسة، خصوصا في كربلاء الحسين عليه السلام، آخذين بنظر الاعتبار الزيادة المتوقعة خلال السنوات القادمة. فبعد التباحث مع جميع الجهات المعنية من وزارات وحكومات محلية وعتبات، تم تصنيف المشاكل إلى ثلاثة محاور: محور النقل ويتضمن مد شبكة طرق وتشبيكها للمدن المقدسة مع المحافظات المجاورة امتدادا إلى المنافذ، وكذلك تشمل الساحات والجسور وما شابه ذلك. المحور الثاني محور الخدمات، اللي يضم بناء أماكن استراحة للزائرين، وكذلك بناء مجمعات للماء جديدة ومعامل ثلج وغير ذلك من مراكز للخدمات ومراكز إسعاف صحي وغيرها. المحور الثالث هو تأهيل البنى التحتية للمدن المقدسة نفسها لاستيعاب هذا الكم المليوني الذي يتدفق عليها سنويا. حجم العمل حقيقة المطلوب دولة الرئيس كبير جدا وغير مسبوق، لاستيعاب أكبر التجمعات البشرية السلمية في العالم حاليا اللي يضمها مدننا المقدسة. لذلك وضعنا الخطة وهي متحركة ومتطورة باستمرار لتلبية هذه المتطلبات، ويشترك في تنفيذها إلى جنب مكتب رئيس الوزراء بعض الوزارات والحكومات المحلية والعتبات المقدسة. العام الماضي في هذه القاعة ومثل هذا اليوم عاهدنا الحسين عليه السلام، وأوعدنا دولة الرئيس أن ننجز مجموعة من المشاريع لهذه البنى التحتية على المحاور التي ذكرتها. الآن اكتملت 36 مشروع، كل الإجراءات الفنية والإدارية والمالية وبموافقات خاصة واستثناءات من دولة رئيس الوزراء، وصدر القرار الأخير قبل أيام من مجلس الوزراء لإطلاق هذه المشاريع. بعض من هذه المشاريع أطلق حاليا قبل الزيارة، لكن أجلت بداية عملها إلى ما بعد الزيارة مراعاة لحركة الزوار. تضم هذه المشاريع الكثيرة والكبيرة والممتدة على مساحة مجموعة من المحافظات طرق سريعة
بمسافة 1000 كيلومتر، طرق حولية في داخل محافظتي كربلاء والنجف الأشرف وكذلك بابل، مجسرات، جسور مشاة كهربائية على محاور الحركة لضمان عدم تقاطع حركة الزائرين مع المركبات، ساحات كبيرة بمئات الدونمات لإيواء الباصات وحركة نقل سلسة، بناء منافذ حدودية لجميع المنافذ الحدودية العراقية لتكون لائقة بالعراق وبزائريه، مجمعات خدمية لاستراحة الزائرين في المحافظات الحدودية وعلى طول خط المسار، مشاريع ماء كبيرة كالمشروع الذي تطرق له دولة رئيس الوزراء في جنوب كربلاء وفي النجف وفي غيرها. سبق ذلك كله استكمال مشروع قطار نجف كربلاء، فخلال سنة كاملة حقيقة أجريت العديد من الإجراءات أو اتخذت في هذه السنة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية، وتم استدراج عروض العديد من الشركات أيضا العالمية الراغبة بتنفيذ هذا الخط مترو كربلاء النجف الأشرف، خط الماء العملاق الذي سيكون ممتدا على طول شارع النجف كربلاء لتغذية المواكب الحسينية على طول هذا الشارع، وكذلك لسقي الحدائق والمتنزهات والجزرات التي ستكون ظلالها إن شاء الله لزوار أبا عبد الله الحسين. هناك إضافة ملموسة ستكون لشارع النجف كربلاء غير خط الماء وغير ذلك، من تصميم موحد سيكون بأربع مسارات، كل مسار بعرض 15 متر الذهاب والإياب، وطريق يا حسين وطريق يا علي. ما ذكرناه هو الحزمة الأولى والتي ستنفذ إن شاء الله خلال الأيام، سيبدأ تطبيقها خلال هذه الأيام القادمة، وبتنفيذها ستكون جميع المدن المقدسة مرتبطة فيما بينها بشبكة طرق سريعة وآمنة وممتدة إلى المنافذ الحدودية، وعلى طول هذه الطرق ستنتشر مختلف الخدمات الضرورية. هذا بالنسبة للخطة الاستراتيجية الماضية. أما عن الحلول الآنية للمشاركة في الاستعدادات للزيارة الأربعينية، قام مكتب رئيس الوزراء بتوجيه من دولته بتحشيد جهود جميع المؤسسات الحكومية، وزارات وهيئات ومحافظات وعتبات، ووضع إمكانياتها بتصرف اللجنة العليا المشرفة على الزيارة وكذلك لجنة الخدمات للزيارة الأربعينية. وتضمنت جهود المكتب كذلك الإشراف ومتابعة العمل بدءا من داخل كربلاء المقدسة وإنشاء ساحاتها بالتعاون مع المحافظة وتنظيم مداخلها وتهيئة طرقها الرابطة مع المحافظات المجاورة وصولا إلى المنافذ الحدودية التي أيضا عملنا لتهيئتها بقرارات من السيد الرئيس بشكل مؤقت لحين إطلاق عملها أو مشاريع إعمارها المستدامة. هيئة المكتب 13,000 سيارة وعجلة من مختلف الوزارات والهيئات، وكذلك استأجر 2,000 باص ووضعها أيضا في خدمة الزوار من خلال اللجان المختصة. أطلق المكتب كذلك حملة كبيرة لرفع المشوهات من طرق الزائرين ومداخل المدن، شاركت فيها مع كوادر المكتب كوادر البلديات وأمانة بغداد والجيش والحشد، إذ رفعت آلاف الأطنان من الكتل الكونكريتية والمخلفات على طول طرق الزائرين. تم كذلك تخصيص مئات المليارات للعتبات المقدسة والمحافظات المعنية لتوفير الخدمات لزوار الأربعينية. ختاما أقول كل هذه الأعمال الشاخصة للعيان ما كانت لتكون لولا توفيق الله عز وجل ورعايته الإلهية لهذه الحشود المليونية، وكذلك توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعته الميدانية وتكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دولة الرئيس. قبل أن نعطي الكلام للسيد محافظ كربلاء المقدسة، نتقدم بوافر الشكر والامتنان للعتبة الحسينية والعتبة العباسية وأهالي محافظة كربلاء الذين بذلوا الكثير من الخدمة والحرص على التكامل مع كل الجهد الحكومي، وهذا العمل اللي
يذكر الأخوة من وزراء ومسؤولين، فلهم منا كل التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام الحسين وآل بيته وأصحابه. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء المحترم على دعمك وإشرافك واهتمامك الكبير بزيارة الأربعينية والزيارات المليونية بشكل عام. طبعا أكيد كما أسلف دولة رئيس الوزراء الاهتمام والاستعداد لزيارة الأربعينية بدأ مباشرة بعد الانتهاء مباشرة من زيارة أربعينية العام الماضي من خلال استعدادات مبكرة وتعاون وتنسيق مع مكتب الرئيس في قضايا أساسية لتهيئة ساحات إركاب وتقديم كل خدمات للزائر في هذه الساحات، وكذلك الإسراع بتنفيذ الطرق التي ممكن أن تكون رابطة ما بين المحاور وسهلت كثيرا من خطط النقل، فضلا عن أن كل الدوائر الخدمية قدمت خططها بشكل مبكر، طلبنا أن تكون تحريرية وعرفنا احتياجاتها، وقامت المحافظة بدعم هذه الدوائر عبر ترصين رصيدها من الآليات التخصصية وعبر توفير الإمكانات الأساسية لها. الحمد لله التعاون والتنسيق ما بين المحافظة وما بين الوزارات الخدمية وكذلك الأمنية، شاركت المحافظة بشكل مستمر مع قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية بكافة الاجتماعات الأمنية، سواء على مستوى اللجنة الأمنية العليا في المحافظة وعلى مستوى التنسيق العالي مع اللجنة الأمنية العليا للزيارة المليونية، وكذلك وفرت الدعم الذي تحتاجه هذه الخطط من خلال كل الإمكانيات في المحافظة. محافظة كربلاء المقدسة كذلك تقوم بتهيئة كل مستلزمات آليات العمل من خلال هذه الدوائر. كذلك تقوم محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون والتنسيق مع العتبات المقدسة بتوفير آليات تسهيل وصول الزوار الأكارم من خارج المحافظة إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس مرورا بكل مناطق محافظة كربلاء المقدسة. يعلم الجميع أن زيارة الأربعينية تشمل بها كل محافظة كربلاء المقدسة، تحولت كل المحافظة بيوتها تحولت إلى مواكب هيئة حسينية، وكما تفضل دولة الرئيس وشاكرا لأهالي كربلاء وهيئاتهم ومواكبهم، وتحولت كربلاء كلها هيئات ومواكب حسينية بعتباتها المقدسة وبأهاليها كذلك. أكيد طبعا بالأرقام بلدية كربلاء فقط إلى حد منتصف ليلة الأمس رفعت أكثر من 270 ألف طن من النفايات ومستمرة كذلك بهالعمل. جهزت مديرية ماء كربلاء أكثر من 9 مليون متر مكعب إلى مركز المدينة لزيارة الأربعينية. تصريف دائرة المجاري كان أكثر من 6 مليون متر مكعب في هذه الأيام وهو عمل استثنائي. الموارد المائية كانت كذلك حاضرة في الدعم والإسناد والتنسيق، وكانت هناك بفضل توجيه دولة رئيس الوزراء وتعاون هذه الوزارة وفرت مياه، استطاعنا أن نشغل كل مجمعاتنا الموجودة، كذلك دوائر الغاز ودوائر النفطية التي جهزت كل المواكب والهيئات الحسينية وكذلك كل مولدات الأهلية التي ساهمت وساعدت في ذلك. طبعا أكيد على مستوى النقل هناك ثلاث محاور أساسية، قسمت هذه المحاور عبر مكتب دولة رئيس الوزراء وعبر الإمكانيات التي تواجدت من خلال دوائر حكومية أو من خلال القطاع الخاص أو من خلال استئجار من قبل مكتب رئيس الوزراء، وكانت المحافظة تساهم كذلك في إدارة هذه المحاور الثلاثة مع رؤساء التنفيذيين لهذه المحاور عبر هيئة الحج والعمرة في محور النجف الأشرف، وزارة النقل على محور الشمالي وهو محور بغداد، وكذلك المحافظة بشكل مباشر على المحور الشرقي. لابد أن نشير في هذا اللقاء إلى الشكر والتقدير العالي والتجربة الناجحة لجيوش من المتطوعين المتدربين على مستوى دعم القوات الأمنية وعلى مستوى التفويج وعلى مستوى المفارز الطبية وعلى مستوى على مستويات عديدة حتى على مستوى التنظيف مع البلدية والبلديات، والتقدير العالي لشبابنا اللي ساهموا ليلا ونهارا ولا زالوا الآن مساهمين بذلك.
ذلك. اليوم طبعا ما سمعناه من دولة رئيس وزراء المحترم من دعم كبير هو ليس بجديد عليه، داعما ومساندا ومشرفا على كل آليات العمل في هذه المحافظة، خاصة فيما يتعلق في الزيارات وغيرها. المشاريع المهمة التي ذكرت هي مشاريع نعم مستدامة، مشاريع استراتيجية لطالما فكر ولطالما تمنى وكان طموح ليس فقط أهالي كربلاء بل زوار كربلاء المقدسة من داخل العراق ومن خارج العراق لهذه المشاريع بإذن الله تعالى. أكيد موضوع الكهرباء نعم، بالرغم من الجهد الكبير الاستثنائي للدوائر الصيانة ودوائر الكهرباء وبعض الإشكالات التي شكلت وبعض الشكاوى التي تحدث عنها دولة الرئيس وكذلك التي تلقيناها من المواطنين، هناك اجتماع طارئ مع السيد الوزير وتم الاتفاق على أن تكون هناك خلية مشتركة بين الوزارة والمحافظة بعد تأشير كل الإشكاليات. دولة الرئيس وجه يوم أمس بالاجتماع أن تكون هناك حلول غير تقليدية لموضوع الكهرباء في محافظة كربلاء المقدسة، سيتم البدء بالعمل بها مباشرة بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أكيد المشاريع الاستراتيجية الأخرى سترى النور بإذن الله تعالى وستكون عاملا كبيرا. طبعا تقديرنا العالي لإخواننا كذلك ساهموا معنا في مجلس المحافظة من خلال لجانهم توزعت على كل الدوائر التنفيذية وكذلك على كل المواقع الأخرى. أكيد ما تقدمه المحافظة في هذه الزيارات المليونية هو ليس منة وهو قليل أمام الإمام الحسين عليه السلام، وهو جزءا من واجباتها، ولكن الحمد لله ما حصل من تقدم كبير على مستوى خدمة الزوار الأكارم، على مستوى الخدمات المباشرة أو على مستوى النقل أو على مستوى توفير المواد التي تحتاجها المواكب الحسينية، خاصة في موضوع دعم اللوجستيين في ظل ظروف الحر الموجودة. طبعا تقديرنا العالي لمكتب الرئيس في موضوع الخدمات كذلك والمتابعة وكذلك التنسيق العالي والتعاون مع المحافظة بهذا الصدد. أكيد طبعا هذه الزيارة بالرغم من الحر الشديد بالرغم من الأعداد الكبيرة المليونية الحمد لله وصلت إلى مراحل متقدمة من النجاح، وهذا طبعا هو طبعا أكيد جزء من تضافر أساسي بين الوزارات الأمنية والدوائر التنفيذية وبين الوزارات الخدمية والدوائر التنفيذية، وكل هذا طبعا هو كما يتحدث عنه القادة العسكريون بسبب أولا توفيق الله سبحانه وتعالى ووحدة القيادة والسيطرة التي كانت بإشراف وتواجد ووجود دولة الرئيس معنا. إلى أهالي كربلاء مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم القادم سترون، وإلى الزوار الكارم، مشاريع جديدة تسهل أكثر وتيسر هذه الزيارة المباركة. شكرا دولة الرئيس لدعمك ووجودك معنا، وشكرا لكل الأخوة الموجودين سواء كانوا من القيادات الأمنية أو الخدمية. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالبدء أشكر رئيس الوزراء المحترم على أمرين: الأمر الأول على التواجد الميداني والمتابعة الدقيقة هاتفيا وميدانيا لأهمية زيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الثاني أشكره على تكليف هيئة الحج والعمرة للمرة الثانية على التوالي على أن نكون جزءا من فريقه لخدمة هذه الزيارة المليونية. هيئة الحج والعمرة بملاكاتها البشرية والآلية في محور الجنوبي الذي يربط ما بين كربلاء والنجف الأشرف، في هذا المحور المهم انتشرت ملاكات الهيئة من وكلائها ومدرائها والموظفين الكرام على نقاط من نقطة الحيدرية إلى ساحة سيد جودة في كربلاء المقدسة، وكان هنالك عدد كبير من الموظفين للعمل وتخصيص آليات استئجار الباصات من شركات العمرة والحج من قبل مكتب رئيس الوزراء المحترم وبإشراف وإدارة هيئة الحج والعمرة. والحمد لله هذا المحور بدأنا به من قبل 5 أيام لنقل الزائرين الكرام من الزوار الداخل ومن الزوار الوافدين على هذا المحور الأجانب. الحمد لله لغاية هذه اللحظة الإنسيابية عالية في هذا المحور. كذلك تم رفض المحور الشرقي بتقريبا 400 باص من شركات العمرة والحج المستأجرة من قبل مكتب رئيس الوزراء
أيضا الآن تعمل على مدار 24 ساعة. استخدمنا في هذا العام نظام الجي بي اس على كل الباصات من أجل تسهيل المتابعة لها، وهي المتابعة التي هي أهم شيء في العمل الميداني، وكذلك نظام الباركود من أجل التحاسب والعمل الأتمتة الإلكترونية حسب توجيهات وتوجهات الحكومة في الآونة الأخيرة. الحمد لله هذا التشريف الذي شرفنا به دولة رئيس الوزراء المحترم، ونحن إن شاء الله مستمرون بالعمل لآخر زائر ينتقل من هذه المدينة، وبالتعاون مع اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية، ونعمل اليوم كفريق واحد في هذه المدينة المقدسة. نتمنى للزائرين الكرام إن شاء الله زيارة مقبولة وعودة ميمونة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس مجلس الوزراء، سيد القائد العام للقوات المسلحة، السادة الوزراء، القادة، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بدءا وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم، بدأت القطاعات الأمنية باستعداداتها المبكرة لهذه الملحمة الخالدة منذ أكثر من شهرين، وضمن الإطار العام سواء للخطة الأمنية العليا أو وفق مهام قيادة العمليات المشتركة، بدأت العمليات بمسك الحدود وعمل بالمنافذ كخطوة أولى بوابة العراق، ثم مسك وتأمين آلاف الكيلومترات من الطرق التي زحف عليها الملايين صوب كربلاء المقدسة وتأمينها، ثم تحديد الوحدات التي تم تخصيصها وفق الخطة الأمنية العليا وحركتها وإيصالها إلى كربلاء المقدسة، ثم بخطوة مهمة جداً اللي هي العمليات الاستباقية الناجحة التي أثمرت عن نتائج طيبة العفو، وأجهضت كثير من العمليات والنوايا الإرهابية، وقطعاتنا البطلة بمختلف صنوفها واختصاصاتها عشرات الألوف أسهمت مساهمة فعالة، سواء قطعات اللي مسكت الأرض أو قطعات الساندة، القوة الجوية، طيران الجيش، الهندسة العسكرية، صنوف المعدات وصنوف مختلفة ساهمت في هذه الزيارة. حقيقة هنالك توجيه من سيد القائد العام للقوات المسلحة بفتح مقر مسيطر في قيادة عمليات مشتركة، كان دوره هو عملية تسهيل وتنسيق الجهود الأمنية والخدمية وإيصال الصورة السريعة وفق متابعة وتوجيهات القائد العام لغرض معالجة كل المعاضل. أهم ما ميز هذه الزيارة هذا العام حقيقة الغير مسبوق على كل المستويات سواء الأمنية والخدمية، هو أولاً التفاهم الكبير والاحترام المتبادل بين قطاعاتنا الأمنية وزائرنا الكريم، ثم حقيقة اقتران الخطتين الأمنية والخدمية، الصبر والمطاولة هذه مهمة جدا، والمناورة بالقطاعات وفق تقدم وأسبقيات الزيارة. لابد من شكر وتقدير للسيد القائد العام للقوات المسلحة، أولا لثقته المطلقة بقطاعاته البطلة، ثم بالمرونة بتقديم المشورة والإسهام السريع في معالجة أي معضلة. نشكر قطاعاتنا البطلة الأمنية المختلفة من الجيش والداخلية والحشد والمتطوعين لما امتازوا بمهنية وطنية عالية هذا سلاحهم في هذه الزيارة، والثبات والصبر، وحقيقة كان عملهم رائع جدا. شكر لزائرنا الكريم اللي تميز وأذهل العالم بالسخاء والعطاء، لكل المؤسسات الدينية والحكومية اللي أسهمت في هذه الزيارة. هنالك تنويه لموضوعين مهمة، الأول وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة ومن مبدأ الشعوب الحية اللي تستفاد من تجاربها، قطاعاتنا الأمنية وبعناوين مختلفة ستقدم رؤية لتشخيص كل السلبيات لغرض تجاوزها بدءا من الأيام القادمة وصولا للزيارة القادمة إن شاء الله. وموضوع آخر يسمح للسيد القائد العام اللي هو الخطة قائمة لحين مغادرة آخر زائر، وإن شاء الله كل القادم أفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد دولة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المحترم، سيد القائد، قيادة عمليات كربلاء المقدسة وضعت خطة أمنية خاصة لمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الخطة الأمنية اشتركت فيها جميع القوات الأمنية من وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية وكذلك هيئة الحشد والدوائر الأمنية والاستخباراتية وطيران الجيش والقوة الجوية. هذه الخطة الأمنية سبقتها عمليات استباقية. هذه العمليات الاستباقية كانت عمليات جيدة ومثمرة. العمليات الاستباقية على محيط كربلاء بالكامل، تم تأمين محيط كربلاء بالكامل.
هذه العمليات تبقى مستمرة إلى نهاية الزيارة إن شاء الله. الخطة قسمت على شكل محاور. المحور الأول هو المحور الشمالي وتكون مسؤولية وزارة الداخلية، والمحور الشرقي يكون مسؤولية وزارة الدفاع، والمحور الجنوبي ويكون مسؤولية هيئة الحشد. أما مركز محافظة كربلاء المقدسة قسمت إلى 3 أطواق، الطوق الأول والثاني والثالث، وتكون بإشراف قيادة شرطة كربلاء المقدسة. هذه خطة مستمرة إن شاء الله لنهاية هذه الزيارة. سيدي القائد العام للقوات المسلحة، الحمد لله لا توجد أي خروقات في هذه الخطة، ونفذت جميع توجيهات جنابك. هذه الخطة كانت سلسلة للزائر الكريم، بحيث وصول الزائر الكريم من العتبة الحسينية المطهرة والعتبة العباسية المطهرة بسهولة. لا توجد قطوعات، لا توجد تحويلات، الحمد لله. وأخيرا سيدي القائد العام للقوات المسلحة، باسم القوات الأمنية المشاركة في هذه المناسبة وبإشراف السيد وزير الداخلية، نقدم شكرنا وتقديرنا إلى جنابك الكريم، وندعو الله التوفيق لك لخدمة العراق العظيم. شكرا فيك. بارك الله. سيد قائد الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. تولت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة مهام مركز المدينة، واللي يتألف من 3 أطواق أمنية اللي يحوي أكثر من 110 منفذ. هذه المنافذ مزودة ومهيئة من قبل المنتسبين والمنتسبات والمتطوعين لتفتيش الزائرين الكرام الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة، وكذلك التنسيق العالي مع العتبات المقدسة ومع هيئة المواكب الحسينية، اللي بلغ عدد المواكب الحسينية لهذا العام 13,082 موكب، منها 3,252 موكب في مركز المدينة. أسهمت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة في عملية تنظيم هذه المواكب وتنظيم البطاقة التوعوية وإلزامهم بتنفيذها، وتهيئة مطافئ الحريق لكل هذه المواكب. كذلك دعمت الخطة من قبل سيادتكم سيدي والسيد معالي وزير الداخلية بوحدات إضافية من الوزارة، بوحدات حفظ القانون ومفارز اختصاصية من الدفاع المدني والمرور والجنسية والمخدرات وباقي الصيوف والخدمات اللي تأمل هذه الزيارة. كذلك قامت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتنسيق مع قسم الإشاعات والإعلام الحكومي لمحافظة كربلاء المقدسة، وإعلام قيادة الشرطة وإعلام قيادة العمليات بالاستمرار بتثقيف أصحاب المواكب والزائرين خلال فترة الزيارة من 1/0 ولغاية هذا اليوم. كذلك هنالك عمل كبير وجهد كبير لقيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بمتابعة الفنادق اللي موجود، أكثر من 750 فندق والنزلاء، وتدقيق على النزلاء وإلزام أصحاب الفنادق بوضع مكتسبين على المولدات خشية من الحرائق. ومثل ما تفضل السيد معالي وزير الداخلية، لله الحمد لم تحدث عندنا أي حالة حريق في مركز المدينة. حقيقة سيدي العمل مستمر، وهناك دعم كبير من سيادتكم لدعم الخطة الأمنية، والسيد معالي وزير الداخلية والسيد محافظ كربلاء المقدس المحترم لهذه الخطة الأمنية، وباسم كافة الضباط ومنتسبي ومفاصل وزارة الداخلية في كربلاء المقدسة، نقدم لك الشكر والتقدير والامتنان. ووجودك خلال هذه الفترة زادنا معنويات وهمة عالية لتنفيذ مهامنا في هذه المدينة. شكرا سيدي. بارك الله فيك. الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم ومحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، لقد دأبت قيادة فرات الأوسط وبدعم مباشر وبتوجيه مباشر من الأخ رئيس الهيئة ورئيس الأركان باستنفار كافة المديريات والمعاونيات التي ساندت الفرات الأوسط بكل الإمكانيات، ولعبت هذه المديريات والمعاونيات دورا كبيرا. علما خطة العمليات كانت أولا هي العمليات الاستباقية في المناطق المهمة المتأخمة إلى كربلاء وبابل. النقطة الثانية هو مسح جميع الصحراء
صحراء النجف وكربلاء وشمال بابل، وصولا الى الشنافيه بالطائرات التكتيكيه اللي كانت بعمق اكثر من 150 كيلو. والنقطه الثالثه حقيقه هو اسناد جميع القطعات الساتر الامامي بالكاميرات الحراريه الذي وصلت تقريبا 810، وهي كاميرات نقل مباشر الى القياده مباشره، اضف الى 630 كاميرا امنيه وخدميه اللي ايضا تنقل بشكل مباشر، اضافه الى الانتشار الكبير الذي انتشر في المحاور المخصصه للحشد الشعبي، وكذلك امتدادا الى النجف ومن ثم الى ثوره العشرين الى ابو صخير انتهاء بالحدود مع الديوانيه ومن ثم محور الديوانيه. ايضا هناك عمل خدمي كبير شاركت فيه هيئه الحشد الشعبي بتوفير الاف قوالب الثلج وكذلك كاسات الماء، وتوفير اكثر من 120 تنكر متواجد لتزويد المواكب بشكل عام بالماء، اضف الى انه هيئه الحشد الشعبي وفرت عجلات اختصاصيه اللي رفدت بها مديريات البلديات. وايضا اؤكد للسيد القائد العام للقوات المسلحه اضافه لهذه الرساله الحسينيه الخالصه، وفد من مدينه الموصل 75 طبيب وطبيبه ومن عده قوميات يزديه ومسيح وتركمان وشبك وسنه وشيعه، وايضا استقبلهم السيد المحافظ استقبال حقيقه يليق بقدومهم، وشاركوا ايضا بحدود 140 عجله منها كوسترات ومنها اختصاصيات. اضف الى انه مديريه الطبابه نصبت اكثر من 25 مستشفى، ثمانيه في كربلاء، 67 اسعاف، مفرزه طبيه تقريبا 30 مفرزه طبيه التي تواجدت على جميع المحاور. جميع المديريات والمعاونيات لعبت دور حقيقه كبير. ايضا امتثالا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحه انتشر الحشد الشعبي من مديريه العقائد ب 160 مبلغ، محطات منتشره على جميع المحاور في اتجاه المحاور الثلاثه. كل المديريات قامت بعملها واختصاصها الملقاة على عاتقها، وباسناد القياده اسناد كبير، مما سهل لنا حقيقه هذه السنه توفير الاف قوالب الثلج والماء. قدم تقريبا الحشد اكثر من 13 مليون وجبه غذاء، 23 محطه بث، كيلاين متواجد، متفجرات متواجده بالتعاون مع الاخوه القاده في المحاور المهمه. كل الامكانيات سخرت وتواجدت في محافظه كربلاء والمحافظات الفرات الاوسط. لا احب اطيل حقيقه، هناك ارقام كثيره، ولكن نقدم شكرنا واعتزازنا للعتبات المقدسه لا سيما المتوليين الشرعيين وجميع افراد العتبات لمشاركتهم في الخطه الخدميه وتوفير ماده الثلج والماء ووجبات الطعام. شكرنا العالي الى السيد القائد العام للقوات المسلحه الذي تابع واشرف وتواجد في كربلاء الحسين، وهذا ما يزيد كل القطاعات المعنويات العاليه والالتزام. ايضا يوم امس امتثال لاوامر السيد القائد كان هناك طيران مسير في كل الصحراء وعجلات ودوريات مسيره حتى الصباح. شكرنا واعتزازنا لتواجده بين اخوته القاده، نسال الله التوفيق والتزديد. شكرنا كل شاركوا الجيش والشرطه ابناء الحشد الشعبي قاده وامرين ومجاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دولة الرئيس المحترم. اللجنة الخدمية منذ اليوم الأول قامت مع اللجنة الأمنية بزيارة المنافذ الحدودية بالإشراف على المنافذ، على البنى التحتية المنافذ، الخدمات المقدمة بالمنافذ وساحات وقوف السيارات وخدمة الزائرين، مرورا بالطرق المؤدية إلى العتبتين المقدستين، وكذلك بالنسبة إلى خدمات الزائرين في منطقة الحدث في كربلاء والنجف الأشرف. تم إقرار عدة خدمات لمحافظة كربلاء من قبل بتوجيه دولة رئيس الوزراء المحترم
ومن قبل اللجنة المليونية برئاسة السيد معالي مدير المكتب المحترم تم متابعتها. كنا قلقين فعلا على إنجاز الساحات في موعدها قبل زيارة الأربعينية، فتم متابعتها مع السيد المحافظ المحترم الذي بذل جهودا مضنية وبمتابعة حثيثة بمكتب رئيس الوزراء، والحمد لله رب العالمين تم إنجازها قبل الزيارة الأربعينية، وكما يراها المواطن في فيها جميع الخدمات الصحية والإنارة وتعبيدها. معنا في اللجنة الخدمية الوزارات النقل، النفط، الكهرباء، الصحة، وهيئة الحجز الشعبي، ومحافظات الحدث. أنا أذكر فقط أرقام لم تذكر. قامت وزارة النفط بتجهيز من 6/8 لغاية 22/8 136 مليون و532 ألف و887 لتر من البنزين، و104 مليون و913 ألف و182 لتر من الغاز، وكذلك اسطوانات الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل للعجلات والسيارة. كما ذكر السيد معالي مدير المكتب، وفر مكتب رئيس الوزراء من جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ما يقارب أكثر من 13,000 عجلة مختلفة من الباصات والتخصصية. أيضا مكتب رئيس الوزراء اللجنة الخدمية أيضا رفض هذه الزيارة المليونية بأكثر من 230 براد من الثلج، بحدود 230,000 قالب ثلج، وأكثر من 480 تريلة ماء. معظم هذا الماء قد أنتج في معمل الحجز الشعبي في طريق المطار. شكرا دولة الرئيس، وفقكم الله لكل خير في العام القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. ختاما لابد أن نذكر أيضا الجهود التي بذلت من قبل العتبات الدينية العلوية والكاظمية والعسكرية، لأن أغلب إن لم أقل كل الزوار الوافدين يذهبون إلى هذه المحافظات، فكانت جهودهم مع الحكومات المحلية في هذه المحافظات كبيرة ومساهمة في تحقيق الخدمة للزوار. حصل حادث للأسف لمسؤول الجهد الخدمي من محافظة نينوى وأدى إلى وفاته وجرح رفاقة من الموظفين، فللشهيد الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل. أيضا كان هناك حادث مروري أدى إلى استشهاد أحد الضباط والمنتسبين، الرحمة والرضوان للشهداء. ختاما هذه الزيارة الأربعينية هي محطة لتجديد البيعة، البيعة للثورة الحسينية الخالدة ولمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في رفض الظلم والطغيان ومواجهة الفساد والفاسدين وتحقيق الإصلاح وترسيخ مبادئ الحرية وكرامة الإنسان. نجدد البيعة والعهد أمام سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين وأمام أبناء شعبنا في تنفيذ هذه الأهداف والبرنامج الحكومي الذي عاهدنا عليه أبناء الشعب لخدمة العراق والعراقيين. حفظ الله الجميع، وكل التقدير والاحترام لكل الجهود التي بذلت في هذه المناسبة العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.